وشو بدي اعمل فيها؟ اعطيها شو بدك تعملي فيه يعني؟ شلون بدي القطه اذا تليفونه مو معه؟ روحي عنده على البيت واعطيها، كثير صعبه القصه. ايه علينا، يعني بدي اضطر ارجع اشوفه لحازم. لا وبدي اشوف مرته كمان، والله صحيح يمكن يكونوا اتطلقوا. وهي اجتك على رجليها، حدث درامي ممتاز. روحي شوفي شو صار معه، ما بتعرفي بجوز يلزمك بشي سيناريو. حلوين هدول ولا كثير فيهم دندشه؟ يعني حاسه حالي كثير سمنانه ولا شيء عم يزبط علي؟ لا 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 مو سمنانه، لا اي إذا بده يحبك رح يحبك إن شاء الله تكوني لابسة شرطيط، بس نحن النسوان هيك إن شاء الله. بلا محاضراتك عن الحب، ما بصير غير ما تتفزلكي؟ ضروري الواحد يكذب لحتى يكون طبيعي؟ يا ما حدا قال تكذبي، بس كمان إنه أنا ليش ما عم بشتري مثل هدول التياب؟ لأنه مو أنتِ ما بيلبقوا لي. خلص خرست رايحة. لوين؟ رايحة أكمل السيناريو تبعي، بدي أشوف شو صار مع حازم وبسمة. ورد؟ انت ملاحظه انه كل شيء عم بيصير حواليكي عم تعتبريه مجرد قصص تستفيدي منها؟ مو احسن ما تكون قصص ما بستفيد منها؟ هلا بعرف رح تحسيني شخص عديم المشاعر، بس يعني عن جد عم بحكي، شو بدك يعني اكذب عليكي؟ بدك يعني احكي لك مثل ما بتحكي هيفا؟ انت مشان هيك بترتاحي بالحكي مع هيفا؟ لانها بتقول لك طبعا حبيبتي هو مهتم فيكي، لا تزوريني، عن جد عم بحكي. واصلا انت لو عم بيقنعك حكي هيفا ما كنتي بتدقي لي كل مره بعد بيومين مشان اقول لك لا ما انا مهتم فيكي، شيلي من بالك، حاولي تفوكسي على حدا تاني، بس خلاص انت مفوكسه هون. اين عن اخت عيشه النسوان اذا مو كل عمرهم رابطينه بالزلم نسوان.